Thank you.
باسم الإله الخالق الأكبر. وهو حرز مانع مما أخاف وأحزن، لا قدرة لمخلوق مع قدرة الخالق، يلجمه بلجام قدرته. أحمى حميثة أطمى طميثة، وكان الله قويا عزيزا. حميم عين سين قاف حمايته، كاف ها يا عين صاد كفايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أشرق نور الله وظهر كلام الله وسبط أمر الله ونفذ حكم الله، وتوكلنا على الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تحصنا بخفي لطف الله وبلطف صنع الله وبجميل ستر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله. دخلنا في كنف الله واستجرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. اللهم استرني واحفظني في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي وأصحابي وأحبابي بسترك الذي سترت به ذاتك، فلا عين ترك ولا يد تصل إليك. يا أرحم الراحمين احجبنا عن القوم الظالمين يا رب، يا أرحم الراحمين احجبنا عن القوم الظالمين يا رب، يا أرحم الراحمين احجبنا عن القوم الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كل سنة وانتم طيبين جميعا، كل أهل شنوي، كل مركز أشنوش، كل كفر الحمى، كل اللي شرفونا ونورونا. عودا علينا وعليكم كل سنة وانتم طيبين، وعدلة القطع إن شاء الله. إن شاء الله دعوة عامة 2/11 بكفر الحمى، 2/11 بكفر الحمى إن شاء الله. الليلة ليلة النبي فيها المدح يحيى لي دنا سألت عدا. قالوا الدواء غالي حبوب إخلاص، أبا فراق بعتها لي وحبوب العناية. أبا العينين وصفها لي وحبوب الولاية. أبي القراني كتبها لي وحو أن توحيد. أبي الرفاعي بعتها لي دانا كنت لمع المبالي صبحت لم حالي.
عاشق ومداح تلومني يا خالي خليك في حالك وخليني انا في حالي مدح الحبيب النبي زخري ورس مالي اوعى تلومني يا خالي لأن اللوم بيحلى لي ما دمت بمبح جمال المصطفى الغالي تاجر فتحت والبيع فيه اجباري ده كل شيء صار ما عاد الصبر من داري يا تاجر الصبر ما تشفق على الشاري درهم من الصبر يسوى ألف دينار دنا 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 يسوى ألف دينار داري على بلوتك يلي التاني داري إزاي داري نور المصطفى داري كتب الكلام ربي حكم والعبد غفلان ولا وجدان كتب الكلام ربي حكم والعبد غفلان ولا وجدان يتنيني في الغيب لا يعلم بهم كاتب ولا قارئ الرزق العمر عبد الله بداري سفينة المتقي عدت بلا صار عينك وسط البحر من غير انا وما داري الراجل اللي اقام الليل اللي نالنا
الليل الحمول وسليم ما حد بهداني ألف لا ألف لا ألف لا واحد نولها كده أنا عارف على الطلاق ده أنا حافظ ثانوي حافظ ثانوي خلاص بقى حافظ أم النبي بتقول بسمك يا رب بدي يا
اسمك يا رب بدي وعلى النبي صلي ومدحت أهل البيت أولاد رسول الله اسمع 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 يا روحي اسمع اسمعوا يا حاضرين وتقص الظهرين وابو بكر صديق معاك كانوا في رحلة نحو الشام في فتحوها بالاسم ما كانش معاهم يوم هطام كانوا في رحلة نحو الشام يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل في فتحوها بالاسزاز بينما هم سيرين على مأسى الجوع صابرين رحلوا أبو بكر وحيا وقال له سلام عليك يا غلام
قال له السلام عليك يا بني، قال له السلام عليك يا بني، نظر إليه راعي الأهل، نظر إليه راعي الأهل، وقال له إيه معنى السلام، وقال له إيه معنى السلام، ما سمعت عمري مثل ديها. سبق الحق منين ولا منين ولا منين؟ صلوا على سيدنا النبي. واللي بيخلي بيسمع اسم حاضر سيدنا النبي وما يصليش عليه. ودايما في البداية نحب نصلي على حضرة السيد النبي لأنه روح الوجود والله الأصل غلاب. مزقت سودني عايش عشقا في حبي، مزقت سودني عايش عشقا في حبي، والسر أسير على الهوى غرامه نتر علي وإن وصلت مقامه، نتر علي وإن وصلت مقامه، لا أمر غالي خدين فيه عتبتي عتبتي عتبتي، وأقول لعيني انزلي وتمتعي انزلي وتمتعي انزلي وتمتعي حرام النبي. مزقت سودا عايش عشقا في حبي، مزقت سودا عايش عشقا في حبي، والسر يسري على الهواء غرامه، نادر علي وإن وصلت مقامه، لا أمر بغل خفيت في عتبتي، وقل لعيني انظري حرم النبي. حضر السيد النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. في يوم من الأيام وهو ذاهب برحلة نحو الشام، وده كان أمر من ربنا سبحانه وتعالى، كان ماشي وسيدنا أبو بكر وجمع كبير من الصحابة، وهم ماشيين في الطريق اشتد بيهم ألم الجوع. سيدنا أبو بكر وهو ماشي بص بعيد وجد غلام يرعى الأغنام، فبص له كده وبص لحضر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له استنى هنا يا رسول الله، أما أشوف الغلام ده عنده زاد من ده. وقف حضر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، طويل القامة أحمر الخدين أهدب العينين كحيلة طرفين فنهى اللؤلؤية إذا تكلم خرج النور بين سيدنا اللؤلؤية. وقال له استنى يا رسول الله ما أشوف الغلام ده عنده ذات أم لا. ومشي سيدنا أبو بكر وقف الغلام كده وقال له السلام عليك أيها الغلام.
الولد بصله باستغراب كده، يهودي ما يعرفش حاجة عن الإسلام ولا عن حضرة سيدنا النبي ولا عن السلام ده، ولكن بص وجد النور، نور حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وما يشوفش النور ده إلا قلبه عمران، عمران بالحب والصفا. فسيدنا أبو بكر قال له ما عندكش هنا جد؟ الولد بص له كده وقال له شايف النور جاي من يمك. ابو بكر قال له ما عندكش هنا زاد لطه النبي وهيبقى عمك. قال له ويمين، قال له ويمين، جاي للمؤمنين رحمة يوم القيامة، هتبقى معانا في الجنة والسماء. عمك بذمتك شفت روقان زي شروين؟ في واحد بيزق واحد وقاعد بيتكلم. اصغر بلد واحلى بلد واشيع بلد شروين. يا حاج ناصر احنا بنفرح لما بنشوفك وانت نورت شنوية. انت وعم الحاج اشرف والشباب اللي زي العسل ده من كفر الحمم وكل البلاد. وما تستعجلش بالقصة، احنا عايزين نفرح بالنبي وبنحب النبي. يا عم ناصر خش في الساحة صحينا كده الاول وبعد كده هنكمل في القصة، ولا ايه يا حظابط؟ والشباب كل عليا الطلاق بالتلاتة يا حاج ناصر. انت في ناس طالعة بتسمعك اقسم بالله ما بتحب الموال ولا بتحب الصوفية ولا عايزة تشوفنا في البلد، بس اما عرفت انت جاي ابو جايين قاعدين في البول وانا شايفهم. عندك هنا طهر الهي. قال له
غادي قلبه نبينا رسول الله قلبه نبينا رسول الله أبو بكر قلبه ما فيش زادي عندك هنا الطاقة قال له ومين ومين أبو بكر قال له ما فيش شان ترجم باللغة العربية ترجم يا بلبل وقروان الساحات الأحمدية يا صاحب فرحنا يا حضرة النبي يا ترجمين الأمارة يا وزير مملكتنا يا مولانا يا سيدنا الحسين يا سيدي يا سيدة زينب يا سيدي أحمد يا بدوي يا لو يا سيدي علي يا بيومي يا لو يا ستة الشعوب يا لو